مشاهدي قناة الشروق نيوز في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الشروق مورنينج ويكاند. صباح الخير جاهدة. صباح الخير محمد، صباح الخير مشاهدينا الأكارم. يبقوا معنا إلى غاية الساعة 11 برنامجكم الشروق مورنينج ويكاند، يلقاكم كل يوم سبت، لكن أيضا شبكتنا الإخبارية متواصلة، موجز الأنباء، لكن بعد الفاصل مغراز إلى المشاهدين. المورنينج ويكاند متواصلة معكم إلى غاية الساعة 11، أخبار الطقس لكن بعد الفاصل. عودة من جديد إليكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل من استيقظ الآن، لكل من يستعد للخروج من البيت. أحوال الطقس مع سارة بوتويدا. صباح الخير سارة. صباح الخير لكل مشاهدي شروق مورنينج اللي نهى اليوم. لا ديه ندونا كلو لوفي أولا العدس إن شاء الله يا ربي. إذن في نشرية خاصة الديوان الوطني للأرصاد الجوية تقول فيها أنه الأمطار نوعا ما كانت معتبرة، ولا حتكون معتبرة ابتداء من نهار الجمعة وإلى غاية صباحة اليوم السبت إن شاء الله. راح تخص كل من الولايات التالية، يعني عندنا عين دفلة، المدية البليدة، تيبازا، الجزائر العاصمة أيضا، حتى بومرداس، تيزي وزو، البويرة، مسيلة، برج بوريريج، سطيف، وحتى بجاية. إذن كمية الأمطار إن شاء الله المتوقعة راح تكون 50 مليمتر، تقدر تتعداها محليا حتى 60 مليمتر، مع رياح نوعا ما تقدر تكون إن شاء الله قوية تنشط تحت وقع الرعود على أحد الولايات المعنية. أما لنهار اليوم بإذن الله كما نلاحظوا تبقى دائما الوضعية الجوية غير مستقرة، خاصة على الولايات الشمالية الشرقية للوطن، تبقى دائما يعني ممطرة مع بعض التحسن في بعض الأحيان على المناطق الشمالية الوسطى، لكن تبقى دائما الأجواء يعني مغشى جزئيا إلى غائمة في بعض الأحيان، تدخل لها فقط بعض الفترات من الصفاء هذا الولايات الوسطى. أما الولايات الغربية أيضا سماء من ملبدة إلى غائمة أو مغشات جزئيا مع احتمال بعض القطرات من الأمطار. إذن على شمال الصحراء، إذن على منطقة الثورة، منطقة الواحات، الجنوب الكبير أيضا عندنا عبور لبعض السحب إن شاء الله، اللي حتكون من النوع العالي وبدون فعالية، تهم معظم الجنوب الكبير عدا على مرتفعات الهجر والتسلي وحتى على أقصى الجنوب الجزائري. الرياح كما قلنا تكون قوية خاصة على المناطق الساحلية، وأيضا نشاط زوابع رملية إن شاء الله موسمية تنشط في وسط الصحراء، يمكن أيضا حتى على الأطلس الصحراوي. فيما يخص درجات الحرارة القصوى لنهار اليوم بإذن الله كأعلى مقياس راح نسجلوا 41 درجة على أقصى الجنوب الجزائري، عندنا 20 حتى 20 المناطق الساحلية، 20 إن شاء الله على المناطق الداخلية الشرقية كما البويرة، قسنطينة، تيزي وزو، برج بوريريج، حتى سوق هراس وكالما، 22 أيضا نلقاها على المناطق الداخلية الغربية وأيضا مدن الهضاب العليا، 29 درجة على شمال الصحراء، 30 في بشار وحتى في تندوف، 34 على منطقة الواحات كما البرمة في ورقلة، أيضا بير الدر في الواد، حتى بسكرة، حاسم سعود، وتوغرد، عندنا 37 درجة لكل من إليزي وحتى وسط الصحراء، 34 في أدرار، 33 في تمن راست، وأخيرا عندنا 36 درجة إن شاء الله حنسجلوها على منطقة جانية الملاحة والصيد البحري. لنا اليوم بإذن الله البحر راح يبقى دائما نوعا ما مضطرب، هذا راجع للرياح القوية نوعا ما اللي يتهم خاصة المناطق الساحلية ولا اللي راهو الاضطراب الجوي متمركز عليها كما الولايات او سواحل الشرقيه وحتى الوسطى، وان الرياح ان شاء الله حتكون متغيره الاتجاهات الى شماليه غربيه في بعض الاحيان، شماليه شرقيه على سواحل الوسطى. اذا قوه الرياح ان شاء الله راح توصل حتى 40 كيلومتر في الساعه، تقدر تتعداها محليا حتى 50 كيلومتر في الساعه. ما متنس حتى المرسى بن مهيدي، الرياح ان شاء الله راح تكون باتجاه شمالي شرقي، البحر ان شاء الله حيكون من جميل، محليا يقدر يكون قليل الاضطراب مع قوه الرياح ان شاء الله توصل حتى 20 كيلومتر في الساعه. أكثر تفاصيل فيما يخص الوضعية الجوية تابعوها معنا في نشرتنا اللاحقة، والآن عضيلة بلاتو المورنينج. شكرا لك يا سارة. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا موجز أخبارنا وأخبار الطقس، البرنامج متواصل معكم إلى غاية الساعة 11، وفي برنامجنا وفي مخطط طريقنا لهذا اليوم محمد عدة مواضيع. البداية ستكون بالحصاد الذي نتابع فيه عودة أو يحيى ينتصر، سعداني يعود، والحرب على داعش في ليبيا. تابعونا معنا أيضا مشاهدينا في فقرة المجلة المحلية، تتابعون حظيرة للطيور النادرة بسيدي بالعباس، وأصغر خطاط عربي يبدع أين في واتسوف. نعم
كل هذا نتابعه مع نادية محرز في المجلة المحلية، وأيضا سيكون لنا نقل مباشر لفعاليات الندوة الصحفية للأمين العام للأرندي أحمد أويحيى مباشرة من فندق الأوراسي، وعدة مواضيع أخرى تتابعونها معنا طيلة عمر البرنامج إلى غاية الساعة 11 صباحا. لمن استيقظ الآن وفاتته فقراتنا، تتابعون الآن أخبار الصحف والصحافة، لكن بعد الفاصل. أخبار الصحف والصحافة لنهار اليوم مع نادية محرز. صباح الخير نادية. صباح الخير محمد. صباح الخير جهيدة. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن جولة في أهم الصحف الوطنية والدولية صادرة اليوم، أهلا بكم. البداية بشروق اليومية التي تطرقت في عددها الصادر اليوم إلى الرسالة التي خصها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حيث وصف الرئيس بوتفليقة فوز الأخير بثقة المؤتمرين بالباهر والمستحق، كما عبر في ذاته التهنئة عن دعمه المطلق للرجل، تجلى ذلك في اختياره لعبارات دقيقة تضمنتها الرسالة التي أكدت بشكل صريح أن أويحيى خرج متوجا وربح معركة الخصوم والمنتقدين لها من داخل وخارج تشكيلته السياسية، وعلى رأسهم غريمه عمار السعداني الذي شكك سابقا في وفائه لرئيس بوتفليقة. كما هنأ رئيس بوتفليقة، تضيف الصحيفة، على دور الأرندي وتبنيه مواقف وطنية اتسمت على الدوام بالنزاهة والحكمة وتغليب المصالح العليا للوطن، وهذا بفضل برنامجه السياسي والاجتماعي المتجدد وخطه الوطني الصريح. وفي موضوع منفصل، تناولت الشروق اليومي ملف طريق سيار شرق غرب، ونقلت من مصادر مطلعة بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني عن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي خلال جلسة استماع خصصت لقطاعه أنه استبعد إنهاء برنامج تجهيز طريق السيار شرق غرب بداية السنة المقبلة مثل ما كان مخططا له من قبل، وقال إن نظام الدفع لهذه المنشأة تأجل إلى بداية 2018. وصرح وزير النواب بمشكل في تمويل واستلام العتاد الضروري لتجهيز محطات الدفع، وتحاشى الوزير أيضا تقديم معلومات مغلوطة أو أجال افتراضية غير قابلة للتحقيق، من باب أن الملف لا يحتمل التلاعب به أو استخدامه سياسيا لعدة اعتبارات، منها أن طريق السيار بحاجة فعلا إلى مداخيل استغلاله لضمان مردوديته الاقتصادية وصيانته. إلى جريدة الخبر الآن التي تحدثت اليوم عن حملات التضامن مع قضية مجمع الخبر في مقال جاء تحت عنوان قسنطيني يقصف جرين، حيث أعطى رئيس اللجنة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية فاروق قسنطيني تحليلا موضوعيا ودقيقا للدعوة ضد الخبر المرفوعة من طرف وزارة الاتصال باسم الوزير حامد جرين. فقال قسنطيني: في الحقوق هناك مبدأ واحد، هو أن النصوص القانونية لهذا دائم. نعم مشاهدينا، نستكمل وإياكم معرض الصحافة بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا نعتذر عن هذا الخلل التقني، نواصل معرض الصحافة. كنا قد توقفنا عند جريدة الخبر التي تحدثت اليوم عن حملات التضامن مع قضية مجمع الخبر في مقال جاء تحت عنوان قسنطيني يقصف جرين، حيث أعطى رئيس اللجنة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية فاروق قسنطيني تحليلا موضوعيا ودقيقا للدعوة ضد الخبر المرفوعة من طرف وزارة الاتصال باسم الوزير حامد جرين. فقال قسنطيني: في الحقوق هناك مبدأ واحد، هو أن النصوص القانونية لها دائما تفسير ضيق، ولا يجب تأويل نص عبر إعطاء تفسير ليس موجودا أصلا في مضمونه، ولا يجب تأويل نص عبر إعطاء تفسير ليس موجودا أصلا في مضمونه، موضحا في تفكيكه لماهية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي التي تعد أصل الدعوى ضد الخبر، مفيدا بأنه إذا ورد حرفيا في النص القانوني أشخاص معنيون بعدم ذكر أشخاص طبيعيين، فمعناه أن الممنوع عن الشخص المعنوي من المحتمل أن يكون مسموحا للشخص الطبيعي، وهذه قراءة قانونية سليمة للنص، ولا ينبغي أبدا ممارسة الغش مع القانون. ويرى فاروق قسنطيني أيضا أن القضاء المعني بالنظر في قضية الخبر وأن يظهر سموه وأن يفسر الأمور بطريقة صائبة وعادلة، والكمال في التشريع ليس له وجود، وإذا ظن ممثل الحكومة وزارة الاتصال أن القانون ناقص أو به ثغرات فما عليها
في هذه الحالة إلى اتخاذ إجراءات تكميلية من أجل شرح القانون أو إنضاجه وإعطائه أيضا إضاحة إضافية. وفي الشق الاقتصادي، نقلت البلاد تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق السيد غلام الله أبو عبد الله، والذي قال فيه أن القرض السندي ليس حرام على اعتبار أن الأرباح سيتم اقتسامها مع المقترضين، مما جعله يسبح عكس تيار الفقهاء الجزائريين التي تكاد فتواهم مجمعة على تحريم القروض سواء السندية أو الاستهلاكية، لتبقى الأمور مشبوهة في انتظار صدور فتوى وزارة محمد عيسى الموعودة. أما يومية لسواغ درجري، فنقل تصريح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف، والذي أشاد فيه بالدور الكبير الذي تلعبه القابلات في سلسلة التكفل الطبي بالحملة وكذا التقليل من عدد الوفيات لدى الأمهات والأطفال، معلنا عن إطلاق دورات تكوينية قريبا لفائدة عمال هذا السلك الطبي. كما أكد بوضياف، تضيف لسواغ دالجيغي على إسقاط المتابعات القضائية في حقهن في حال ارتكابهن أخطاء طبية بحجة الخدمة النبيلة التي تقدمها هذه الفئة، وبخصوص مدة تكفل المؤسسات الاستشفائية بالأمهات بعد الولادة. نختم جولتنا عبر الصحف الوطنية بصحيفة ليبرتي التي تناولت التصريح الذي أدلى به وزير الثقافة بقشكيب خليل لقناة خاصة جزائرية عن لقاء جمعه مع فريد بجاوي ومدير شركة سايبام في باريس، وقال أن رصيده في سويسرا البالغ 900,000 أورو هو نتاج استثماراته منذ زمن ضف إلى حساب يقدر بمليون دينار جزائري في حسابه بالجزائر، مضيفا أنه يملك منزلا عاديا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يشتغل ابنه الأكبر هناك. وأضاف شكيب خليل أيضا أنه التقى بالفريق المتقاعد توفيق 4 مرات لما كان وزيرا، وكان إحداها أثناء تقديم مشروع قانون المحروقات. والآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الصحافة الدولية، والبداية بالناطقة باللغة العربية. القدس العربية عادت للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وعنونت عائلة بن علي تتجه للتصالح مع الدولة وفق قانون العدالة الانتقالية. وجاء في المقال أن صهر بن علي المسمى سليم شيبوب وقع أول اتفاقية مصالحة في البلاد مع هيئة الحقيقة والكرامة، قائلا أن الثورة أفرزت عدالة انتقالية، فيما أكد من جهة أخرى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة خالد الكريشي إلى أن الاتفاقية الموقعة من طرف شيبوب تتضمن موضوع النزاع الذي احتكم حول الطرفان والأجال القانونية لفض الإشكال، إضافة إلى القبول بالقرار التحكيمي الذي ستصدره هيئة الكرامة والتنمية. إلى جريدة لوموند الفرنسية التي افتتحت بحوار لبيتر بافار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي تحضيرا لقمة حلف شمال الأطلسي في جويليا المقبل، وحذر من التهديدات التي تمثلها روسيا وصفا سلوكها بالعدائي، ودعا إلى صياغة استراتيجية موحدة ضد روسيا. ولن نمر إلى هذه الرسوم الكلمة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف الوطنية والدولية الصادرة اليوم. ألقاكم بعد قليل في المجلة المحلية. الآن عودة إلى جهيدة ومحمد لتتم باقي الفقرات. شكرا لك نادية، نلتقيك أيضا بعد قليل في تقارير مصورة من جزائرنا العميقة. مشاهدينا، لكل من يتابعنا الآن ابقوا معنا، الشروق مورنينغ ويكاد متواصلة معكم إلى غاية الساعة 11. أما الآن أبرز المواعيد السياسية في هذه الأجندة ثم نعود.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وصباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة. تتابعون معنا الآن الحصاد السياسي لأبرز المواضيع السياسية والدولية لهذا الأسبوع مع الزميل محمد، لكن بعد الفاصل. تفضل محمد في حصادك. شكرا جهيدة، من جديد صباح الخير لكل السادة المشاهدين الذين يلتحقوا بنا الآن. الآن رصد لأبرز الأحداث السياسية في هذا الحصاد، ونستهله كالعادة بالحدث الأبرز لهذا الأسبوع. والحدث الأبرز كان عودة أحمد أويحيى ينتصر على خصومه بعدما استطاع التفوق وترسيم نفسه كأمين عام لثاني قوى سياسية في البلاد، مجتازا منافسه بالقاسم ملاح وكذا الحركات التقويمية والتصحيحية التي برزت مؤخرا. وحصد أويحيى 1523 صوتا من مجموع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1600، في حين لم يحصل بالقاسم ملاح سوى على 21 صوتا. واختتم أويحيى هذا الانتصار بدعم واضح وصريح من الرئيس بوتفليقة الذي أبرق له رسالة تهنئة، ما يدل على رضا الرئيس عليه وتمسكه به. من الحدث الأبرز إلى أهم الأحداث الوطنية لهذا الأسبوع، والبداية كانت بعودة عمار سعداني إلى الواجهة. شهد هذا الأسبوع عودة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى الواجهة بعد غياب أثار الكثير من علامات الاستفهام منذ الحملة الفرنسية على الرئيس بوتفليقة. خرجة سعداني جاءت في ظل أزمة داخلية يتخبط فيها الأفلان بعدما منع النواب التابعين لجميع رئيس الكتلة البرلمانية الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان من دخول قبة زيغود يوسف. من عودة سعداني إلى ثاني حدث شغل الرأي العام الجزائري هذا الأسبوع، وهو الصراع بين مجمع الخبر والوزير جرين. إذا الصراع اشتد تزامنا مع ذكرى إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير. إذا حميد جرين طعن في قضية شراء رجل الأعمال يسعد ربراب لمجمع الخبر، وشهدت الجلسة التي احتضنتها المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس وتأجل النطق فيها بالحكم وقفة احتجاجية لعمال وموظفي الجريدة وأيضا لصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني ووزراء سابقين. من صراع بين حميد جرين والخبر إلى ثالث حدث الذي صنع البوز بين، ليس في قطاع التربية فقط ولكن بين طلاب البكالوريا. إذا عقوبات قاسية ضد غشاشي البكالوريا، الإقصاء لمدة 10 سنوات لكل غشاش في امتحانات البكالوريا هو القرار الذي توصلت إليه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى سن حزمة من الإجراءات المشددة كمنع المحافظ مهما كان حجمها في قاعات الامتحان وعدم السماح للمترشحين بالدخول إلى المراحيض في محاولة لمجابهة ظاهرة الغش التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة. ربما الإجراء الأخير فيه الكثير من القول جهيدة بالنسبة للممتحنين، خاصة بالنسبة للممتحنين، ومعروف أنه يوجد تلاميذ مرضى ممن يتوجب عليهم الدخول إلى المراحيض كل ساعة. إذا كانت هذه أهم الأحداث الوطنية، والآن ننتقل إلى أهم الأحداث الدولية. والحدث الأبرز على الساحة الدولية كان في سوريا. سوريا حلب استمرار النزيف رغم الهدنة. إذا رغم الهدنة ورغم تمديدها في مدينة حلب لثلاثة أيام أخرى بعد قصف دام أسبوعين بين قوات النظام والمعارضة أدى إلى هلاك المئات من المدنيين، غير أن النزيف لم يتوقف بسبب خرق هذه الهدنة في أنحاء متطرفة من البلاد وسط قتال ضاري بين الجيش السوري وجماعات المعارضة المسلحة ومن بينها جبهة النصرة. من سوريا ننتقل إلى الجارة ليبيا. إذن الهلال النفطي يشعل حربا ضد داعش في
ليبيا. إذا تشهد الجارة ليبيا منذ أيام حملة ضد داعش يقودها اللواء خليفة حفتر من جهة، وقوات مصرات الداعمة للمجلس الرئاسي من جهة أخرى، ويرى متتبعون إلى أن الهدف الحقيقي من هذه العمليات العسكرية هو السيطرة على الهلال النفطي في ظل إحكام المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج المدعوم دوليا قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى المصرف المركزي، مما يعني فقدان حفتر وحلفائه للمصدر الرئيسي للأموال خاصة بالعملة الصعبة. لذلك يسعى للسيطرة على حقول النفط وسط الصحراء الليبية حتى تكون له ورقة للمساومة عليها في أي اتفاق سياسي مقبل. من ليبيا وشمال إفريقيا ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسباق الرئاسيات. إذن ترامب في أفضل رواق للمرور للرئاسيات الأمريكية. أصبح الملياردير الأمريكي دونالد ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب السيناتور تكساس تايد كروز من السباق. وبهذا لم يبقى في منافسة ترامب إلا جون كاسيش الذي يعتبر معتدلا، لكنه لم يتمكن سوى من جمع حفلة صغيرة من المندوبين، في حين بات ترامب شبه متأكد من كسب تأييد 1237 مندوبا، وهو الأمر الضروري ليحصل آليا على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. بالانتخابات الرئاسية الأمريكية نصل إلى ختام أهم الأحداث الدولية التي شهدها العالم هذا الأسبوع، والآن ننتقل إلى صورة الأسبوع. اخترنا لكم إذن صورة الأسبوع. أول عمدة مسلم في مدينة لندن صديق خان مرشح حزب العمال الذي واجه حملة شرسة بسبب ديانته لأنه مسلم، خصوصا من طرف غريمه زاك جولدر سميث، إلا أنه استطاع تحقيق الإجماع بين سكان لندن الذين اختاروه عمدة لهم. وفي أول تصريح له قال صديق خان بأنه سيكون عمدة لكل اللندنيين. من صديق خان وصورة الأسبوع إلى فيديو الأسبوع. فيديو يظهر أحد رؤساء الفرق الرياضية ممن صعدت إلى دور المحترف الأول موبيليز. نتابع هذا الفيديو وبعدها نعلق عليه. نعبده سيدي الوالي، هو التصريح الذي أثار الكثير من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام الحصاد، لكن الحديث والتعليق عليه يبقى متواصل بعد قليل مع الإعلامي مصطفى حميسي ضيف الحصاد لنهار اليوم. بعد هذا الفاصل ونعود. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وصباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة في برنامجكم الشروق مورنينج ويكاند الذي يأتيكم على قناة الشروق نيوز وعلى الهواء مباشرة. إذا مشاهدينا في صبيحة كل يوم سبت نرصد لكم حصادا سياسيا ودوليا، لكن بالتحليل وبالنقاش مع إعلاميين. اليوم ضيفنا الإعلامي مصطفى هميسي، صباح الخير وشكرا لحضورك معنا. صباح الخير أستاذ هميسي. يعني هو كان أسبوع حافل بالأحداث، لكن الحدث الأبرز كان المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ويحيى أمين عام للحزب مثل ما كان متوقع. هل يعني أنت كنت متوقع هذه النتيجة؟ طبعا إلى حد يعني يمكن اعتباره لا حدث، لأنه لم يكن هناك في الأفق بديل حتى وإن ذكر اسم القاسم ملاح عدة مرات، ولكن رأينا أن 21 صوت لا يمكن مجرد أرنب يعني بين قوسين، يعني لا يمكن جاء الحديث إعلاميا عن حركة مناهضة ليحيى تطالب بتنحيته إلى غير ذلك. رأينا هذه الحركة نشطت قبل عودته على رأس الأرندي، ذهابه من الأرندي مجيء بن صالح ثم عودته إلى غير ذلك، كلها تدل على أنه أحزاب السلطة تسير بنفس المنطق، لم يتغير أي شيء. لكن أستاذ حتى في المؤتمر الاستثنائي يوم الخميس عندما بدأت أشغال هذا المؤتمر والندوة، حتى الأصوات التي تعالت في وقت قريب ليس بالبعيد بحركات تصحيحية وحركات لم خفتت تلك الأصوات. نعم. ولم تتعالى في المؤتمر الاستثنائي. نعم، هو
الظاهرة الموجودة في الجزائر ظاهرة الانقلابات النخبوية داخل الأحزاب من حين لآخر، سواء أحزاب السلطة أو أحزاب أخرى. رأينا ماذا حدث في جبهة التحرير الوطني وكيف نزل بين قوسين عمار سعداني على رأس جبهة التحرير في لقاء بالأوراسي، مثير أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر. أيضا ويحيى والحركات التصحيحية إلى غير ذلك أثارت الكثير من الحبل، ولكن عمليا كنا نتمنى أن تكون هناك مثلا يكون جدل نقاش سياسي فكري حول بدائل وليس حول الأشخاص من إلى غير ذلك. هذا يعود بنا إلى عدم وجود آليات عمل ديمقراطية داخل الأحزاب معترف بها وتطمئن لها جميع الأطراف، بمعنى أن المنطق السلطوي وليس المنطق السياسي الديمقراطي إلى غير ذلك هو الذي يفصل بين فرقاء، إن وجد فرقاء طبعا. ثم رأينا في أحزاب كثيرة في أوروبا وجود حساسيات، وجود معارضة داخلية للسلطة الفعلية على رأس الحزب إلى غير ذلك، ولكنها تقدم أوراق وتناقش أفكار وتناقش رؤى وخيارات إلى غير ذلك. صحيح. للأسف الشديد لم نرى وجود يعني بديل على مستوى فكري معرفي على مستوى سياسي. عفوا فقط محمد أستاذ هميسي، تحدثتم للتو عن آليات عمل ديمقراطية داخل أحزاب سياسية معينة سواء كانت معارضة أو أحزاب موالية. عندما نتحدث عن طريقة تغيير طريقة انتخاب أمين عام لحزب من تزكية إلى اقتراح سري، هل هذا شكل من أشكال هذه الآليات الديمقراطية التي تحدثتم عنها؟ نعم، يعني كل الآليات ليس هذا التفصيل فقط، ولكن أخذته ربما كمثال. ولكن أيضا لابد من وجود ساحة سياسية، وجود منطق سياسي. طريقة اختيار المندوبين يعني كان فيها حديث. طريقة اختيار المندوبين، عمل الحزب، آلية اتخاذ القرار داخل الحزب، كيف يتخذ القرار، كيف جاء ويحيى، كيف ذهب وكيف عاد. وما هذا هو السؤال؟ هذه الأسئلة ليس لدينا أجوبة، أو على الأقل نقترح أجوبة لسنا متأكدين أنها سليمة 100%. وبالتالي هذه من آليات العمل العادية التي تجعل المناضلين يشعرون شعورا تاما أنهم طرف في اتخاذ القرار. لكن عمليا اليوم سواء في اختيار المندوبين أو غير ذلك، الكثير من المناضلين داخل الأحزاب لا يشعرون أنهم طرف في اتخاذ القرار، خاصة بالنسبة لأحزاب السلطة. طبعا موجود أحزاب بين قوسين في المعارضة تتابع نفس الآليات ونفس طرق العمل إلى غير ذلك، ولكن اللي يهمنا الآن في سؤالك هو أحزاب السلطة. نعم أستاذ هميسي، أيضا ربما المفاجأة اللي كانت في هذا المؤتمر هي رسالة التهنئة اللي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأويحيى، يعني رسالة ظاهرها تهنئة وباطنها يعني هو تأكيد على دعم أويحيى. يعني هل هذه الرسالة ربما ستشكل منعرج آخر في مسار التجمع الوطني الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة؟ لا أعتقد أنها تشكل شيء جديد، ولكن تؤكد شيء أساسي، أن السلطة بكل مكوناتها ما زالت تشكل وحدة واحدة. هذا عنده قيمة عندما نتذكر الحملة بين قوسين التي شنها عمار سعداني على أحمد أويحيى، ووصفه بأوصاف كثيرة، حتى استخدم كلمة خائن إلى غير ذلك إلى غير ذلك، وأنه لا يحظى بثقة الرئيس. هذه تصريحات موجودة موثقة. فقط أستاذ هميسي، أخرها أنه عندما قيل لماذا لم يرد سعداني عن الحملة التي قامت بها فرنسا ضد الرئيس، قال تركت عملاء فرنسا ليردوا، أما أنا ففضلت استمت. وفهم هذا على أنه اتهام لأويحيى ولعمار غول ولغيرهم من الوزراء ومنهم مدير ديوان الرئاسة. أنا لست أدري بالضبط ما الذي كان يقصده بعملاء فرنسا، ولكن في كل الأحوال اللي كان ظاهر إعلاميا، الصورة الإعلامية من خلال ما نشر على لسان سعداني ولم يكذبه في أي وقت، الرجل في بين قوسين عداء مفتوح مع أويحيى، لكن حدة ولكن رسالة الرئيس
أكدت أن الرئيس يثق في أويحيى ويعتبر أن النجاح شيء طبيعي. نعم، حتى أيضا أستاذ مصطفى هميسي في الاجتماع الأخير تاع عمار سعداني مع المكتب السياسي، يعني ما يعني في منعته أنه في كل اجتماع يوجه سهامه لأويحيى، حتى في الاجتماع الأخير يعني ما علقش عليه وخلى الأمور. هل يكون ربما تلقى أوامر فوقية بعدم مهاجمة أويحيى ما دام أنه الآن أويحيى أصبح ينال رضا وثقة الرئيس؟ أما شوف، هي في الاستنتاج المنطقي بغض النظر عن ما هو موجود وراء ذلك، هل عندنا إدراك حقيقي سليم دقيق للموضوع أم لا؟ شيء ثابت، التحالف الرئاسي كما كان في وقت من الأوقات صار متعدرا أو صار مستحيلا اليوم. لماذا مستحيلا يعني بين سعداني وأويحيى حزبي السلطة اللي مثلين في البرلمان في الانتخابات 2012 بنسب عالية، أغلبية يعني أغلبية، وإن كان يعني الكثير من الأطراف السياسية في المجتمع لا تعترف بهذه الأغلبية وتطعن في شرعيتها يعني. لكن هذا مؤكد أنه هذاك التحالف بالشكل اللي كان سواء مع بوجود الأرندي مع الأفلان وحمص أو من غير وجودهم، محاولات بناء جدار وطني أيضا ظهرت أنها ضعيفة. محدودة الأثر السياسي إلى غير ذلك، هذا الجدار لم نراه موجود يرى النور يلتقي يعمل مع بعض إلى غير ذلك. حتى الكثير من الأطراف لم تحضر مؤتمر أويحيى، وكان معروف أنها ربما تكون قريبة، حتى لا أقول مقربة، تكون قريبة من هذا الخط، لكن حضور لأنها سلال تدعم الرئيس أيضا. لكن حضور سلال وعلي حداد ربما يشكل دعم سياسي ودعم طبعاً. لوبي المال الأويحيا ربما هو بالخصوص يعطي صورة أن السلطة موحدة في هذا الظرف، وأنه ما نسمع أو ما نقرأ عبر وسائل الإعلام عن وجود طرفين على الأقل متجاذبين، حتى لا نقول متصارعين، متجاذبين، الصورة التي نقلها الإعلام، نقلتها وسائل الإعلام، تعطي الانطباع أنه السلطة موحدة. رسالة الرئيس تؤكد ذلك. خطاب سعداني أصبح بالنسبة لهذه الصورة نشاز، أو على الأقل غير متطابق مع ما هو مقترح علينا إعلاميا من مكونات الصورة كما ظهرت في مؤتمر الأرندي، وكما ظهرت بالخصوص من خلال رسالة رئيس الجمهورية للسيد أحمد أويحيى. طيب، ألا يعني هذا بطريقة أو بأخرى أن السلطة غير راضية حاليا على سعداني من خلال تأكيد الثقة في أويحيى، أن ربما سعداني لم يصبح يمثل ما تراه السلطة صحيحا إن شئت؟ ربما، ولكن ليس لدينا أي وسيلة سياسية إعلامية للتأكد من صحة هذا الطرح. قد يكون موجودا، ولكن من الناحية العملية لحد الآن الصورة التي تبرز تجعل سعداني فعلا طرفا غير متطابق. يعلم في الساحة الإعلامية أنه سعداني يعتقد أن أويحيى امتداد للجنرال توفيق، هذا المتداول إعلاميا، ما يؤمن به هو يعني أو ما يؤمن به، وبالتالي لابد ما دام الجنرال توفيق أقيل من منصبه أو تخلى عن منصبه إلى غير ذلك، فلابد أنه أويحيى الذي كان رئيس الحكومة واليوم هو مدير ديوان الرئاسة لابد أن يغادر إلى غير ذلك، ويعتبر أنه غير وفي للرئيس. ولكن رسالة الرئيس كذبت ذلك. هل هي منطق خاص داخل السلطة إلى غير ذلك؟ ربما. أنا من خلال استنتاجاتي التي صدرت في كتاب عن آليات عمل النظام السياسي والسلطة في الجزائر، أعتبر أن هناك ثوابت ضبط داخلية لم تتغير إلى حد اليوم، مهما ظهر إعلاميا من تجاذبات إلى غير ذلك، ولكن قلب النظام، أساس النظام ما زال هو واحد. ربما باش نختم الملف تاع عودة أويحيى أو انتصار أويحيى، سعداني كان تلقى رسالة من الفريق قايد صالح أويحيى، هذه
هل انتصار يحيى هو قال انه اليوم في الندوه الصحفيه يحيى حيضبط المخطط تاع المحليه تاع 2017، لكن هل هو من الان يضبط المخطط نحو رئاسيه 2019؟ ربما في اختصار فقط لانه عندنا والله ربما، ولكن شوف الايام المقبله على ما يبدو ستحمل الكثير من التفاصيل الجديده في الساحه السياسيه التي تهيمن عليها السلطه. يبدو ان الاشياء ليست محسومه بشكل نهائي، ولكن من الناحيه الاعلاميه باعتباري اعلامي اقول قد تكون كل هذه مجرد إدارة إعلامية لملء الساحة بتفاصيل سياسية لا معنى لها، لا تؤثر في واقعنا، لا تؤثر في معطيات ممارسة السلطة والوضع الاقتصادي إلى غير ذلك. نواصل الحديث عن كل هذه التفاصيل السياسية انتصار يحيى في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والعديد من الملفات السياسية والدولية مع الإعلامي الحاضر معنا مصطفى هميسي، لكن بعد موجز التاسعة ثم نعود. رازنا مشاهدينا، شروق مورنينج ويكند متواصلة معكم إلى غاية الساعة 11. ترقبوا بعد قليل تغطية مباشرة ومستمرة من قبل قناة الشروق نيوز لأشغال المؤتمر الاستثنائي للأمين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي انطلق الخميس المنصرم بفندق الأوراسي ويستمر إلى غاية اليوم. الندوة الصحفية ستنطلق في حدود الساعة 9:30. إلى ذلكم الحين نواصل نقاشنا السياسي. محمد، أعود إلى ضيفنا الأستاذ مصطفى ميسي، مرحبا من جديد. كنا قد غلقنا ملف تاع يحيى ينتصر، لكن عود نقول الغريم تاع السعداني لشكل هذا الأسبوع حدث بعد العودة تاعه. يعني السعداني بعد الحملة الفرنسية على الرئيس بوتفليقة ونشر الوزير الأول مانويل فالس لصورة مسيئة للرئيس، يعني التزم الصمت وعاد هذه المرة وسط ظروف صعبة يمر بها الأفلان. كيفاش نقرأ ربما صمت السعداني طيلة هذه المدة؟ هناك ما يقال وهناك ما لا يقال. نحن نبدأ بما لا يقال ولا نبدأ في يقال؟ نبدأ بما يقال. ما يقال أنه السعداني طلب منه عدم التدخل والصمت إلى غير ذلك. من طرف من يعني؟ من طرف الجهات ذات النفوذ والسلطة التي تستطيع مخاطبة أمين عام حزب التحرير الوطني وتوجهه حتى تعطي صورة إعلامية معينة. اثنين، جبهة التحرير الوطني في الذاكرة بين التاريخ فرنسا والعلاقة مع فرنسا إلى غير ذلك، كل ما جبهة التحرير تذكر إلا ويأتي في ذهن كل منا ثورة التحرير إلى غير ذلك، لأنه ينبغي أن نقول أن جبهة التحرير ليست حزب سعداني بل هي شرف تاريخ كل الجزائريين. فعلا لها الشرعية الثورية. حزب الثورة يعني. هي شرف تاريخ كل الجزائريين، وبالتالي الحزب الذي تستخدم أجهزته في إدارة شؤون السلطة الحالية إلى غير ذلك بالطريقة التي تدار بها يصمت يتحدث إلى غير ذلك، دائما تؤول على أنه الأكثر ارتباط الأكثر التساق بدوائر السلطة الفعلية الحقيقية، وبالتالي فسكوته أو كلامه له تفسير سياسي فقط، ليس هناك تفاصيل تقنية عن لماذا صمت لماذا تكلم إلى غير ذلك أو ما يقوله فيما بعد لتبرير. وثقافة التبرير في جبهة التحرير الوطني قوية، في جبهة التحرير الحالية في الحزب ثقافة التبرير قوية وقوية جدا، وغابت الثقافة السياسية. وبالتالي اليوم حديث سعداني يخضع لتأويلات ولقراءات سياسية مختلفة، سكوته نفس الشيء يخضع لتأويلات ولقراءات إلى غير ذلك، ولكن سلوكه دائما لا يمكن فهمه إلا من خلال أفعال
السلطة ماذا تريد، كيف تدير الأمور إلى غير ذلك. هذا ما يقال، وما لا يقال أستاذ هميسي؟ ما لا يقال أنه سعداني أيضا يذهب إلى فرنسا، يقيم في فرنسا، نشر الكثير عن أملاكه وشقائه وباريس وأملاك ابنته كنزة سعداني. وبالتالي لكن أنا يمكن لأي أحد أن يستنتج ما يريد من ذلك، وإن كان هذه ليست معلومات مؤكدة ولكنها منشورة على نطاق واسع. لكننا نتحدث أستاذ هميسي عن الدفاع عن رئيس جمهورية البلاد، نتحدث ربما عن الدفاع عن حزب أو رد تهمة لحزب معارض أو خفايا سياسية، نحن نتحدث عن حزب السلطة الذي لم يدافع عن رئيس الجمهورية ورئيس شرف للحزب، يعني رئيس الفعلي للحزب الفعلي. بعد المؤتمر الأخير صار هو الرئيس الفعلي، لم كان قبل المؤتمر رئيس شرفي ثم صار رئيسا للحزب. لكن في خلفية الصورة ينبغي أن نتذكر أنه العلاقات الجزائرية الفرنسية عمرها ما وصلت لهذا المستوى من التوتر، من الجودة من الجودة ومن التعاون الواسع. الميزان التجاري بين البلدين عمره ما وصل إلى هذا المستوى تجاريا، تتحدث تجاريا واقتصاديا وماليا وسياسيا. العقود الموقعة في مختلف قطاعات النشاط، تلما ينازي أن يدنى له مصنع، في مختلف مجالات الثقافة والتربية إلى غير ذلك. وبالتالي العلاقات على المستوى السياسي جيدة، الزيارات متبادلة، الاتفاقيات كثيرة متنوعة إلى غير ذلك. الآن مسألة الصورة تأتي كأنها فاصلة، كأنها قوس، كأنها مطة بعدها تأتي جملة اعتراضية، هذا لا يؤثر في حقيقة العلاقات بين البلدين. وأنه ربما هذا الطرح نفسه قاله إيمانويل فالز في جريدة لوموند ربما قبل أيام، تحدث أن كان نشر الصورة غير مقصود ولم يكن يريد الإساءة لشخص الرئيس أو للجزائر. ربما هذا يصب فيما ترونه تحللونه سياسيا، النوايا لا نستطيع تبينها بشكل لكن تصريح، ولكن هذا تصريح فالز يعني. ولكن فالز رجل دولة، ودولة لها مؤسسات ولا تتصرف بشكل غير مدروس. فالز رئيس حكومة ووزير أول في الدولة الفرنسية، عندما يكتب تويت، عندما يغرد تغريدة ويضعها على تويتر صفحته على حسابه إلى غير ذلك، ويضع صورة ينتقي صورة، لأنه من الفيلم الذي بثه تلفزيون الجزائري لاستقبال الرئيس بوتفليقة لمانويل فالز، هناك صور كثيرة. تم اختيار هذه الصورة، هل اختارها رئيس الوزراء الفرنسي بشكل شخصي أم ترك الأمر لخلية الاتصال عنده في الوزارة الأولى الفرنسية، هي التي اختارت الصورة مما هو موجود من آخر فيلم بث بشكل رسمي. ولكن هذه لا يمكن تبين هل هي فعل إرادي مدروس إلى غير ذلك، مخطط. أم مخطط له، أم هو فعل جاء اختاروا صورة فقط من الفيلم اللي كان موجود إلى غير ذلك، الله أعلم. لكن من الناحية السياسية العلاقات الجزائرية الفرنسية ازدادت جودة ومتانة، خاصة بعد العهدتين الثالثة والرابعة. نعم، ربما باش نختموا ملف الزيارات الفرنسية، أيضا فيه مشكل آخر في الأفلان، يعني داخل الكتلة البرلمانية الأفلان نواب جميل تابعين لجميعي يمنعون الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان من دخول اليوم، منع وزير وغدا منع حكومة وبعد غد ما نعرفوش حيصير. مرة أخرى كما قلنا عن الأرندي، تعود هذه الأحداث البسيطة التي لا تحمل أي معنى سياسي. لكن هل نظري، لكن سامحني، هل منع وزير من دخول قبة البرلمان حدث بسيط أستاذ هميسي؟ حدث بسيط ماشي من 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 حيث اللي أول مرة يحدث أنه وزير أتابع لي الحزب، الحزب حزب يعني الأغلبية البرلمانية ويمنع من الدخول، ولكن من زاوية أنه هذه زوبعة في فنجال داخل الحزب الواحد أو الحزب المهيمن على البرلمان، حزب السلطة الأول إلى غير ذلك. تحدث حدثت
من قبل حركات تصحيحية وحركات تقويمية إلى غير ذلك ثم عادت الأمور إلى نصابها. قبل انتخابات 2012 أذكر أنه إعلاميا كنا نعتقد أنه مستحيل جبهة التحرير في ظروف الانقسام اللي كانت تعيشها، في ظروف وجود محافظات مغلوقة ومحافظات موازية إلى غير ذلك، كانت التقديرات تميل إلى أنه من المستحيل أنه حزب في هذا الوضعية يدخل الانتخابات ويحصل على ما حصل عليه، ولكن حصل عليه، وهذا مهم. باقي التفاصيل اللي تحدث جملة اعتراضية إلى غير ذلك لا يمكن. طيب أستاذ مصطفى هميسي، نواصل حديثنا ربع ساعة قبل انطلاق الندوة الصحفية لأحمد ويحيى. هذا الأسبوع احتفلنا باليوم العالمي لحرية التعبير 3 ماي، عادة في الجزائر ككل سنة، لكن هذه السنة باستثناءات كبيرة. في حسب منظمة تحت الجزائر المرتبة 129 من أصل 180 من حيث حرية التعبير، واحتفلت به جريدة الخبر أمام محكمة بئر مراد الرئيس. نعم، للأسف هذه هي الصورة كما وصفتها صحيحة، وأنه مستوى حرية التعبير. أنا عشت من الإعلاميين اللي كان عندهم الحظ عاشوا فترة بين قوسين الانفتاح السياسي الديمقراطي والإعلام. نحسدكم على ذلك كإعلاميات وكإعلاميين جدد. وكنت في ديوان رئيس الحكومة مولود حمروش زعيم تيار الإصلاح والإصلاحيين، وهو الذي أصدر تعليمه بفتح المجال، أعطى الصحفيين الخيار بين 3 بدائل، إما البقاء في القطاع العام أو دخول المغامرة الأدبية وإنشاء صحف أو الذهاب إلى صحافة الأحزاب. هذه المساحات التي توفرت، مساحات ديمقراطية اللي صدر فيها الخبر، الوطن، لسوار دالجيري، رواد الصحافة اليوم إلى غير ذلك، كانت فترة بين قوسين زاهية في تاريخ. يعني يقول لك من 90 92 الصحافة الجزائرية عاشت أزهى أيام. يعني عاشت ما عاشت، عاشت يعني تجربة أولى في الحرية إلى غير ذلك، كانت فيها بعض التجاوزات ككل تجربة، ولكن هذه هي التي أسست لما نسميه اليوم، خليني أقول، بقايا حرية التعبير في الجزائر. البقايا رغم انفتاح سمعي البصري؟ رغم انفتاح سمعي البصري، إذا حبيت نتكلموا عليه نتكلموا بتفاصيل وبدقة. الظاهرة الإعلامية ينبغي أن نتفق جزء من الظاهرة السياسية فعلا، لا ظاهرة إعلامية ووجود تنوع وتعدد إعلامي من غير وجود ساحة سياسية حقيقية، وجود سلطات مضادة فعلية حقيقية، وجود سند سياسي للعمل الإعلامي، وجود مصادر متعددة. مصادر، تعرفوا العملية الإعلامية تقوم على 6 أركان، 3 المعلومة نسبيا عندنا هي مصدر الخبر، هي الوسيلة الإعلامية، وهي الرسالة الإعلامية. الرسالة الإعلامية للأسف الشديد رديئة، رسالة الأحزاب والجمعيات إلى غير ذلك اليوم رديئة. مثل ما كنا نحكي، ليس هناك بدائل سياسية منظمة، نقاش سياسي جاد على مستوى معرفي فكري إلى غير ذلك، وين يطرح القضايا الأساسية المطروحة على المجتمع، الإشكاليات الأساسية اللي يعيشها المجتمع الجزائري في تطوره. نحن نرى أن المجتمع يتطور، أما الدولة وأجهزتها ومؤسستها لا تتطور، بالعكس هي تعيش أزمات، أحيانا انغلاق، انغلاق، وتعيش موجة من الرداءة مخيفة جدا. وبالتالي الظاهرة الإعلامية هي جزء من ظاهرة سياسية. الأمراض التي تعيشها الظاهرة السياسية تعيشها الظاهرة الإعلامية. الآن النقاش حول الخبر، هناك 3 مجالات مختلفة: مجال حرية التعبير، وأنه أن أي وسيلة إعلامية موجودة تنقل رسالة إعلامية لها الحق في الوصول إلى المتلقي، إلى القارئ، المستمع، المشاهد إلى غير ذلك. هناك الجانب القانوني، القانوني التجاري، قانوني تجاري، هل من حق إسعد ربراب شراء أسهم في الخبر؟ هل من حق
المجلس الإدارة مؤسسة الخبر تنازل على الأسهم تاعو تنازل على الأسهم إلى رجل أعمال أم لا؟ هنا هذا يدفعني إلى طرح تساؤلات أعتقد أنها جدية. مثل ما العلاقة بين وسائل الإعلام والمال ينبغي أن تنظم، العلاقة بين السلطة والمال ينبغي أن تنظم، لأنه نحن نعيش مرحلة تطور مخيفة وين صار المال وأحيانا المال الفاسد يستطيع الوصول إلى السلطة والتأثير في قراراتها، بالضبط، يستطيع الوصول إلى السلطة، يستطيع الوصول إلى الأحزاب، يستطيع الوصول إلى قوائم المرشحين وفرض ناس فيها. إذن المشكلة أكبر من أن تختزل في مسألة تجارية، شراء أو عدم شراء، بيع أو عدم بيع، مجمع الخبر. لكن أستاذ مصطفى هميسي، هل رفع وزارة الاتصال لقضية ضد بيع مجمع الخمر ليسعد ربراب هو خوف السلطة من أن يتحول يسعد ربراب إلى روبرت مردوخ الجزائر، لأنه الآن هو مالك ليبرتي، ربما بعد أن يملك مجمع الخبر ربما يمكن له أن يساهم في تحديد من سيكون في رئاسية 2019؟ أستاذ محمد، ما يزعجني أنا شخصياً هو وجود الإحساس والانطباع القوي بوجود خلفية سياسية في الموضوع، ليس فقط تجارية قانونية، ربما هناك حسابات سياسية لأطراف في السلطة وخارج السلطة، هناك توازنات إلى غير ذلك. هذا فعلا مخيف، لأنه الآليات القانونية الموجودة حاليا، القائمة حاليا بشهادة رجال قانون ممتازين، من بينهم فاروق قسنطيني، يعني اليوم اللي صرح قال أنه من ناحية القانونية القانون كما هو الآن لا شبهة، وحجج وزارة الإعلام وزارة الاتصال ضعيفة جدا من ناحية القانونية. نحن نعرف من هو فاروق قسنطيني وما هي الخلفية التي يتكلم بها ليصدر مثل هذا. بالضبط، حتى أنه تم تأجيل الجلسة بسبب يعني كان فيها يعني نقص في الملف وزارة الاتصال، يعني هي في البداية تحججت بالمادة 17 من قانون الإعلام، والآن بعد يعني دعمت الملف بالمادة 25 إلى غير ذلك. كل رجال القانون الذين قدموا شهادتهم أكدوا أنه هاتين المادتين لا تمنع. محتار براب يعني اللي عنده استثمارات في كل دول العالم، يعني ما راهوش بسذاجة أنه يروح يدخل روحه في. شوف، كاين مشكلة محمد جدية. نعم تفضل. السلطة إذا كان مطعون في شرعيتها يكون المال أيضا مطعون في شرعيته. كيف تكتسب المال في مجتمع مثل المجتمع الجزائري؟ من أين تأتي بالثروة؟ هل هناك سكوت إغماض العينين على تجاوزات، على عدم دفع الضرائب، على هل هناك قانونية. مساندة من ناحية، هل هناك مساندة من طرف سلطوي لرجل أعمال أو لرجال أعمال إلى غير ذلك، مقابل ماذا إلى غير ذلك؟ كل هذه الإشكاليات إشكالية حقيقية. التفاصيل اللي نشوفوها إعلاميا في الإعلام اليومي إلى غير ذلك أحيانا تحجب علينا رؤية الإشكالية الحقيقية. الإشكالية الحقيقية هي هذه. أما الآن هناك كثير من رجال الأعمال يملكون قنوات، جرائد وقنوات ومعلنة، رغم أن المادة 25 لا تسمح بملكية أكثر من وسيلة إعلامية بدورية واحدة. إذا كانت يومية تملك يومية واحدة، كلكم تعرفوا رجل الأعمال يمكن يملك يوميتين، أكثر من يوميتين ربما باش ولم نناقش الموضوع أبدا. نعم، ربما باش نغلق ملف الخبر. أستاذ مصطفى هميسي كإعلامي، يعني كنت أنت في لجنة مولود حمروش، كنت معاه في الديوان، كيفاش تتوقع أنه تعرف كيفاش حتكون نهاية يعني لقضية الخبر مع وزارة الاتصال؟ أعتقد أن المسألة عادية، يعني تنتهي بشكل عادي. إذا القانونيين كلهم قالوا ليس هناك شبهة قانونية، إذا كان هناك ثغرات في القانون، القانون يعدل بالآليات المتعارف عليها لتعديل القوانين. أما فيما يتعلق بالتضييق على حرية الخبر، لأنه توجهات الاحتكار وتوجهات الهيمنة موجودة سياسيا، موجودة عمليا ومعبر عنها بشكل قوي، خاصة بعد العهد الرابعة للأسف الشديد. إذا هذه التوجهات سدد الطريق أمام
التعددية الإعلامية. أنا لا يهمني في الأساس من يملك وسائل الإعلام، الأهم هو هل كل الآراء داخل المجتمع الجزائري معبر عنها، هل كل الطلب الإعلامي للمجتمع الجزائري يجد من يعبر عنه ولا لا. الآن ملكية القانونية والاقتصادية لوسائل الإعلام موضوع نقاش وموضوع جدل. هل شراء ربراب للخبر يهدد باحتكار أو الهيمنة على وسائل الإعلام إلى غير ذلك؟ هل الخلاف السياسي مع بعض الأطراف السلطة بعض الوزراء إلى غير ذلك هو الذي يجعل المسألة تأخذ هذه الأهمية إلى غير ذلك؟ لسنا ندري، لكن عمليا المهم هو أن يكون هناك تعددية إعلامية حقيقية. طيب أستاذ مصطفى هميسي، ربما في عجالة وزيرة التربية نورية بن غبريط بعيدا عما حدث عن الإصلاحات التي ستقدمها اليوم تقول أن في إقصاء 10 سنوات لمن يثبت أنه غش في البكالوريا. العقوبة تتمثل في ربما الشروط لا يذهب المترشح إلى المراحل أكرمكم الله، وأن لا ربما يدخل معه محافظ. لا سوف لا ندخل في هذا النقاش، لكن أستاذ عندما نقول 10 سنوات بمعنى أن احنا يعني ندق كل نواقيس الخطر على مستوى المترشحين في البكالوريا، على مستوى التعليمي لقطاع التربية، على المنهاج وعلى الطريقة التي يتم بها ذلك. قل لك أستاذ، الأهم في الموضوع هو الغش وليس الإجراءات. الإجراءات مهما كان مهما كانت غريبة. ربما أنا أسأت التعبير. لا هي هو أن طريقة تقديم الإعلاميين خلال الفترة الأخيرة للموضوع نركز على هذه الإجراءات، لكن اللب هو لماذا 10 سنوات إقصاء؟ يعني ليش وصلنا لهذه المرحلة؟ لماذا وصلنا؟ يعني جناية جناية ارتكبت. لماذا وصلنا إن الغش ولا مشكلة؟ إشكال كبير. تحتاج الوزارة الاجتماع وإصدار إجراءات وقرارات أجهزة تشويش إلى غير ذلك. من جهة تطور التكنولوجيا واستعمال الشباب للتكنولوجيا الغش، نعم، وعدم قدرة الأجهزة الإدارية والتقنية إلى غير ذلك تحكم في هذه التكنولوجيا ومنع الممتحنين من استخدامها في الغش. هذه مشكلة، لأنه عادة في مكان مثل الاستوديو هذا يمكن أن التليفون يصبح كيفاش نقولوا مكان الشان خارج مجال التغطية، خارج مجال التغطية وخلاص. تدخل القاعة يصبح تليفون خارج مجال التغطية وخلاص. لكن للأسف الشديد كاين قضايا من هذا النوع. الغش أين وصل؟ لأنه الغش هو ظاهرة اجتماعية أيضا. الغش له أسبابه. نعم. عندما الأولياء مثلا يعتبرون أنه غش ابنهم في الامتحان ذكاء، دي مشكلة، كارثة أخلاقية. ينبغي أنه ثقافة الشاب والممتحن إلى غير ذلك. بكري كان الغش موجود لكن حالة استثنائية. اليوم أصبح الحكومة تهتم بالموضوع، أصبح تقريبا عادي، ولا بد من إيجاد حلول إلى غير ذلك. فهذه يعني للأسف الشديد كارثة أخلاقية يعني محزنة جدا. نعم، ربما في عجلة نروح القضايا لبعض القضايا الدولية اللي صنعت الحدث هذا الأسبوع. البداية قبل ما نروح لسوريا، نروح الجارة ليبيا، حرب على داعش، لواء خليفة حفتر من جهة، قوات مصراتة من جهة أخرى، الظاهر محاربة داعش والباطن السيطرة على الهلال النفطي الليبي. طبعا في ليبيا تطورات الوضع فيها الإيجابي وفيها خليني نقول المعقد الذي يجعلنا نخاف من أن ترتيبات الأمم المتحدة لاستتباب الوضع في ليبيا قد لا تعطي كل ثمارها. الوضع في ليبيا تدهور بفعل طبعا تدخل قوى دولية كثيرة، عدم وجود استراتيجية واحدة، الهروب في وقت كانت موجودة حكومة مركزية إلى غير ذلك، تركت الأمور على حالها، ثم تطورت الأمور إلى قيام أكثر من مركز سلطة في البلاد.
برلمانين، حكومتين، جماعات مسلحة مختلفة، خليفة حفتر، وبعد ذلك ظهر جماعات مسلحة أخرى. من جهة أخرى هناك مسألة أعتبرها هامة، مسألة ما أسميه القضايا المهيكلة للرأي العام على المستوى الدولي في الاستراتيجيات الدولية. موضوع مثلا الإرهاب، موضوع الجماعات المسلحة، مقارباتنا نحن في منطقتنا لهذه الظاهرة، ومقاربات الاستراتيجيات الدولية مختلفة. الاستراتيجيات الدولية توظفها من أجل استمرار صورة العدو، العدو الخارجي، من هو عدو الغرب اليوم، سابقا كالاتحاد السوفيتي والمجموعة الاشتراكية إلى غير ذلك. عندما سقط الاتحاد السوفيتي عاد العالم إلى تقسيمه التقليدي، شرق غرب بالمعنى الثقافي الحضاري إلى غير ذلك. فشيئا فشيئا نشأ عدو آخر وهو الإسلام، والإسلام المتطرف بالخصوص. نشأت قائمة مصطلحات كثيرة فرضت علينا إعلاميا، صرنا نستعملها من غير أن ندقق فيها. في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في مصر، في تونس، كلها الهاجس الأمني صار الهاجس الرئيسي، ليس التنمية، ليس الاستقرار، ليس التوافق بين أطراف المجتمع في العملية السياسية. نحن ندري أنه غياب الدولة أيام القذافي، الدولة بأتم معنى الكلمة، الدولة المؤسسات، الدولة القانون، وليس الدولة السلطة التي تفرض سلطتها على الجميع بقوة السلاح إلى غير ذلك. غياب الدولة أيام القذافي هو الذي أدى إلى ما أدى إليه، إضافة للاستراتيجيات الدولية. الاستراتيجيات الدولية التي تتحدثون عنها أستاذ هميسي هي أيضا وراء ما يحدث في سوريا وتحديدا في حلب. اليوم 15 يوم من حمام الدماء الذي لا يكاد يندمل، ظاهرا هي حرب بين النظام والمعارضة، لكنها باطنا حرب بين روسيا وبين واشنطن. رغم أن الهدنة بدأت يوم الخميس، إلا أننا نشهد خروقات كبيرة. اليوم جنيف ثلاثة، إلى أي مدى يمكن أن ينكسر هذا الاجتماع مثلما انكسر جنيف واحد واثنين وموسكو واحد واثنين وصولا إلى جنيف ثلاثة؟ هي صحيح ما قلت أنه حلب هي نموذج مصغر لصراع دولي في سوريا. أطراف تدخل، هناك أطراف إقليمية وهناك أطراف دولية، هناك مصالح أجندات ومصالح واضحة جدا. روسيا لها استراتيجيتها، تعتبر ربما سوريا من آخر المعاقل التي يمكن لروسيا من خلالها أن تكون موجودة في الشرق الأوسط، وخاصة في المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط، لها قواعد فنلاذقية إلى غير ذلك. لكن الآن رغم الاتفاق المتوصل إليه في جنيف، لكن معركة حلب ربما ستكون الأخيرة، ولكن في ميزان، في توازن القوى داخل سوريا، وفي الوصول إلى تطبيق اتفاق جنيف بين كل الأطراف الموجودة على الساحة، لأنه الأطراف الإقليمية تعبر عن نفسها من خلال أدوات، الأدوات موجودة على الأرض وهما في الغالب سوريين، سواء سميناها النصرة، داعش، أو تنظيمات أخرى، الجيش الحر كما كان يسمى إلى غير ذلك. كل هذه الأطراف خاضعة أيضا أو لها علاقات على الأقل مع أطراف إقليمية ومع أطراف دولية. طبق يعني أجندة كيف ستنتهي؟ لكن الخطير في الموضوع هو أننا نتحدث في موضوع حلب، في موضوع سوريا، ببرود الدم، وكأن الدماء التي تسيل في سوريا، في اليمن، في ليبيا، كأنها صارت شيء عادي، جزء من حدث عابر عادي إلى لا غير عادي. نحن نشهد تدمير، عملية تدمير لما هو قائم
رغم رداءته ورغم ما يطرحه من مشاكل على المجتمعات العربية، لكنه يدمر اليوم أمام أعيننا. الهاجس الأمني صار هو الهاجس الأساسي، ليس التنمية، ليس التنمية الثقافية، ليس التعليم، ليس أي من هذه القضايا هو الأساسي. الأساسي اليوم هو كيف تستعيد سوريا، كيف تستعيد ليبيا، كيف يستعيد اليمن، كيف تستعيد مصر، كيف تستعيد تونس إلى غير ذلك. كل ربما على أمل استعادة الصومال اللي نسيناها إلى غير ذلك، كل هذه البلدان كيف تستعيد سلطتها المركزية؟ هل تستطيع بناء توافقات سياسية جديدة؟ المجتمع يعود إلى بناء نفسه إلى غير ذلك. الواضح أنه ما أسميه الخارطة السياسية للمنطقة هي خارطة معطلة، وصارت خارطة تأزم وتأزيم دائم. نعم، ربما في انتظار كل هذا وعلى أمل استعادة هذه الأوطان لاستقرارها، نختم الحديث معك أستاذ مصطفى ميسي بفيديو الأسبوع. نعود نشاهد هذا الفيديو ونعلق عليه إذا أمكن يا حكيم. فيديو الأسبوع، يعني إحنا شاهدنا أحد رؤساء الفرق، شاهدت الفيديو. هل هذا يعبر عن هذا رئيس فعلا فريق أنه أزمة كرة قدم، يعني ورئيس فريق لكرة القدم، يعني يقول أنه الوالي ماشي نشكره لكن نعبده ما بين قوسين؟ هذه ثقافة الولاء التام المطلق، ثقافة الولاء. ثقافة الولاء انتشرت انتشار خليني نقول نستعمل تعبير فادح في مجتمعنا للأسف الشديد. ربما نشاهدوا الفيديو أستاذ مصطفى ميسي، خلينا نشاهدوا الفيديو ونعودوا نعلقوا. الرحيم، انا والله لا راني فرحان بزاف كي نشوف فريق باتنا وفريق بالعباس في فندق واحد في مكان واحد ونشوف دايرين عرس بالعرس. وراكم شفتوا البارح انا دايرين عرس بالعرس سيد البارح ولكن كما شفت دروك هذاك الجون اللي كان يهضر، ماشي نشكروا سيد الوالي، نعبدوه سيد، نتمنوا يقعد لنا لب، لو كان لازم نجروا عليه للجزائر وما نحوسوش باش يروح مادام انه الوالي ولا يتعبد، يعني ما نستغربوش امر مع مسؤولين اعلى سلطه من الوالي. وراء يعني المبالغه اللفظيه لهذا المتكلم هناك ثقافه انتشرت وهي خطيره، انه الولاء ليس للقانون، ليس للمؤسسة، ليس لكذا، صار تمجيد الأشخاص من فوق لتحت، ثقافة. وهذا التملق صار عملة مستخدمة على نطاق واسع، ويبدو من غير وجود طلب على هذا الشكل من التملق لا يمكن أن يعيش هذا التملق. عندما يكون طلب موجود الشتاء تنتشر هذا الشكل من عبادة الأفراد إلى غير ذلك، صنمية. إذا كان هذا والي يحصل على كل هذا الشيء، فما بالك بوزير، وفما بالك ب رئيس، وزير أول ثم رئيس، وزير أول رئيس إلى غير ذلك، تصبح الإشكالية خطيرة. نعم، نشكر كثير الأستاذ مصطفى ميسي، الحديث معك كان ممتع كما قلت لي جهيدا، اتمنى نتلاقاو في بيك في فرص لاحقه. ختام التعليق والحديث عن الحصاد، والان جهيدا وين نروح؟ الان مشاهدينا ننتقل واياكم الى فقره المجله المحليه، ونرصد لكم فيه تقارير مصوره من الجزائر العميقه مع الزميله ناديه محرز، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، تلتحق بنا الزميلة نادية محرز في رصد لأخبار من جزائرنا العميقة. صباح الخير نادية، وتفضل. صباح النور، أهلا بكم من جديد، أهلا بالضيف. صباح الخير مشاهدينا الكرام من جديد، جولة في ربوع الجزائر العميقة، أهلا بكم. البداية من تبسة وتيفاس سابقا، التي يتمتع سكانها بروح العزيمة لتغيير واقعهم نحو الأفضل. مجموعة من الشباب تطوعوا في سبيل تغيير وجه مؤسسة تربية، فعلى الرغم من بعد المسافة إلا أنهم تكبدوا عناء التنقل على مسافة 45 كيلومترا سعيا منهم لتغيير واقع مدرسة شاب خميلود وتهيئتها وطلاء واجهتها، وهي المبادرة التي لاقت الكثير من الاستحسان. ورقة في الموضوع لبلقاسم دريد.
في مبادرة غير مسبوقة قام مجموعة من الشباب المتطوع بمدينة الشريعة بالتنقل إلى مدينة تبسة من أجل تهيئة بعض المؤسسات التربوية وطلاء واجهاتها على غرار ما قاموا به قبل أسابيع. الحمد لله كي لقينا ناس أنها تقبلت الفكرة وعاونتنا وكانت معنا يعني ند للند وحطينا اليد في اليد وقفنا مع بعضنا والحمد لله أنا يعني وانطلقت من مدينة الشريعة والآن نحن في ولاية تبسة. أردنا أن تنتشر هذه الفكرة حيث أن العالم الخارجي ككل يتربص بالجزائر ويريدون أن يكون فيها ربيع عربي. لا، نحن سنوجه رسالة من هذا المنبر أننا شباب واعي وقمنا بثورة فكرية. المبادرة التي شكلت الحدث بين المواطنين قال بشأنها أعضاء من جمعية أولياء التلاميذ. نلاحظوا باللي كاين تغير مفاجئ وتغير ملحوظ من المدرسة اللي كانت مهجورة وكانت في حالة يرثى لها. نلاحظوا باللي الحمد لله على حسب ما راكم تشوفوا في أقل من 24 ساعة قاموا بالطلاء للواجهة وظهر لها وجه جديد اللي الحمد لله. يعني احنا نحاولوا ندعموا المجموعة هذه اللي جاتنا من الشريعة باش تعطي انطلاقة ونسترجعوا الوجه الحقيقي والبريق نتاع المدرسة اللي كمؤسسة رسالة التعليم، رسالة المقدسة، التربية والتعليم. تلاميذ المؤسسة عبروا بكل عفوية وهم يشاهدون حملة لطلاء مؤسستهم. أنا راني تلميذ فرحان يسبغوا لنا في المدرسة وشكرا لكل اللي ساهم في هذا. أنا تلميذ فرحان سبغوا لنا المدرسة. مديرية التربية وعن طريق ممثلها قال عن المبادرة والعمل التطوعي. لمديرية التربية بمختلف مصالحها واقفة مع هذه العملية ولا تبخل أي جهد في هذه العملية لتقدم جميع المعونات التي تراها مناسبة لنجاح هذه العملية عبر المؤسسة التربوية. وعلى الرغم من المبادرة ذات الطابع التطوعي البعيد عن أي وصاية فإن رئيس البلدية والمجلس الشعبي الولائي ثمن جهود المجموعة وبارك المبادرة. شجعنا العملية واللي تستحق كل التقدير. الآن منطلقوا في تشجيع في طلاء المؤسسة بمساهمة من جمعية أولياء تلاميذ شامخ ميلود وأيضا بلدية تبسة وهؤلاء الشباب الذي يحييهم، يعني بصراحة نحييهم على المبادرة نتاعهم اللي راهم قايمين بها في عدة أماكن. نحن هنا لهذه المبادرات وأطلب شخصيا كرئيس مجلس شعبي ولائي من كل الجمعيات أن تحذو هذا المنهج الصحيح الذي يعبر عن طاقات شبابنا في ولاية تبسة وتغيير الفكرة الخاطئة عن الشباب. هكذا أراد مجموعة من الشباب أن يغيروا الواقع من السيء إلى الأحسن فعلا لا قولا، بعيدا عن توجيهات التنظيمات السياسية والجمعيات لتحقيق أغراض آنية. إذن من تبسة مشاهدينا نحط وإياكم الرحال إلى البير لنتعرف مشاهدينا على حرفة تقليدية ما تزال جداتنا رغم تقدمهن في السن يحافظن عليها. الحاجة ضوية واحدة منهن تعمل هي وقرينتها على المحافظة على حرفة المنسج التقليدي للطرز أجمل الزرابي وأبهاها، لكن عزوف الشابات عن ممارسة مثل هذه الحرف جعلها مهددة بالزوال لتصبح في خبر كان. نور الدين مهدوي يعرفنا أكثر عن هذه الحرفة في هذا الروبورتاج. الحاجة الضاوية الربوية هي كل من تبقى من المشتغلات بصناعة الزربية التقليدية بمنطقة ربوات. بالرغم من تقدم سنها إلا أن أناملها الرقيقة ما زالت تداعب كريات الصوف وتغزل خيوطه. الصوف نغسلوه وزح نغسلوه ونبشموه ونمشطوه ونقرشوه ونقزلوه ونسبقوه ونبدوا ننزلوا الناسج نديروا الفراشيات نديروا البروابح نديروا. النسيج بواسطة المنسج الخشبي أصبحت حرفة آيلة للزوال بمنطقة أربوات وأصبح مقتصرا على العجائز في ظل عزوف الفتيات. ما همش خدمة لقوا خدمة واحد أخرين أرعد الكبارات الصقارات راهم ما عندهم خدمة لها. خاصة احنا كون يروحوا مواتنا وجداتنا هذه العادات وهذه التقاليد تروح.
وحول الموضوع يقول مدير غرفة الصناعات التقليدية لولاية البيض: تسعى غرفة الصناعة التقليدية والحرف من أجل تطوير هذه المنتوجات تاع الصناعة التقليدية وخصوصا الزربية والجلابة والبرنوص. من ناحية تاع الزربية هناك دورات تكوينية في تصميم الزرابي وكذلك السباقة الطبيعية. احنا ان شاء الله ثاني كيما ندعموا الحرفية تاع الخياطة ان شاء الله حتى الحرفية تاع النسيج التقليدي هو ثاني ان شاء الله راه في الاعتبار. وفي انتظار انقاذ ما يمكن انقاذه اصبح التزام الجهات الداعمة اكثر من ضرورة لانقاذ حرفة صناعة الزرابي التقليدية بالمنطقة قبل فوات الاوان. نعم جيدة محمد، احنا نتمنى انه يعني يفتحوا مراكز لتكوين الشباب على ممارسة مثل هذا الحرف وحمايتها ايضا من الزوال، ونطلبوا من الفتيات والبنات الماكثات بالبيوت وحتى كما احنا نادية انه احنا نتعلموا مثل هذه الاشياء الحرفية الجميلة لتعكس تقاليد بلادنا. لما لا خدمتي بالحنبل وضربتي بال ما كانت ليش الفرصة، لكن ان اتيحت لي الفرصة لما لا ان شاء الله. جيدة اسمع، لا خطر الجاي نجيب لك قرداش ونسجل الصف. لا لا لا، حرفة يعني جميلة جدا لابد من إعادة الاعتبار لها. نعم، لكن رغم أنه هما كبار السن ورغم الظروف ورغم أنه الآن في الأسواق متوفرة كل أنواع الزرابي من التركية الإيرانية صحيح. الصينية، لكن مازالهم يعني متشبتات بهذه الحرفة يعني المنسج التقليدي. نعم، نتمنى أنه شباب أيضا يعني يمارسنا هذا المهنة. خلاص تعلمي بناتي ثانيك أيضا الحرفة ونسجلنا زربي محمد مع جاهدة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذن الآن ننتقل مشاهدينا إلى الباهية وهران. عندما يقترن جمال الطبيعة بهدوء البحر حتما سيولد إلهام يملي على السيد مراح عنصري ما يبدعه من لوحات زيتية في قمة الجمال. في هذا المكان من أعالي جبال بلدية العنصر غربي وهران نسجت قصة حب بين السيد عنصري مراح وبين الطبيعة العذراء. صنع لها معرضا مفتوحا قدمه لها عرفانا بما تسخر به من سحر ربانية، فأولها عناية أيضا ليغدو ناشطا بيئيا ومهتم بالنباتات. عبد القادر العرايش يجول بنا في معالم هذا المكان في هذا الروبورتاج. نحن هنا بأعالي بلدية العنصر غرب وهران في مكان لا وجود فيه للصخب أو الضجيج، فضاء استحدثه هذا الرجل منذ سنوات. هنا تقع عينك على أشياء عبقها من ماض طويل وأخرى من صنيع الإنسان. كل شيء هنا يرمز للفن وحب الطبيعة. بون سموني مراح العنصري رئيس جمعية البيئة وحماية التراث بلدية العنصر. الموقع اللي رانا موجودين فيه موقع يعني جبلي، وين يعني عدة نشاطات اللي نقوموا بها سيرتو في هذا المكان يعني في هذا الموقع. السيد مراح عنصري أو الأستاذ كما يناديه أهالي المنطقة، مولع بحب أيضا كل ما لديه صلة بالصناعات التقليدية والرسكلة. أوان فخارية، ورديات خشبية، وعجلات مطاطية بألوان زاهية. فكرنا درنا كوشة تاع عرب، كوشة تاع عرب الخبز يطيب على النار بار اكزومبل، هذه يعني تابعة من التقاليد تاع أجدودنا. الرجل بحب الطبيعة جعله يفتتح هذا المعرض الذي يحتوي على أشياء ثمينة منها ما يعود تاريخه إلى العصر الحجري. يعني المتحف فيه يعني قطع أثرية تاع هذه المنطقة، ما بينهم في عهد العصور الحجري من بعد قبل الميلاد، من بعد الميلاد حتى العصور الوسطى. هذا رأي الزوار في هذا الفضاء. أنا كي نجي هنايا نطفي التليفون عندي هذوك ثلاث سوايع أربع سوايع، نحس روحي ما المشاكل كاع تاع لافي الخدمة كل شيء يروح. الله يبارك. عنده سر ساحر جدا بزاف، يعني تكون مهموم تجي هنا تشوف التراث، تشوف الأصالة، تشوف العلاقة، تشوف المأكولات التقليدية، تشوف الاستقبال الحار. مهنة تعيش وفي روتين وخروج كده من نفسك، كنجي لهنا يا نرتاح. مكان بهذا الزخم من التراث والسياحة الطبيعية ورجل بهذا الطموح، ضحيتان لعدم اهتمام المسؤولين بهما. بين شاطئ الأندلسيات وهذه السلسلة الجبلية لا وجود للروتين هنا. ما إن تطأ قدمك هذا المكان تشعر بأنك قد عدت مئات السنين إلى الوراء،
كان معكم العرايش عبد القادر لبرنامج الشروق مورنينغ من بلدية العنصر وهران. من بلدية العنصر وهران إلى الوادي مدينة الألف قبة وقبة، أين يجول بنا عبد القادر مراح بين ثنايا الخط العربي. هواية نمت معه وسقلت على يد والده، موهبة عمرها 7 سنوات تجسدها لوحات فنية، طفل جعل من الحب والقلم لعبة تتلمسها أنامله. نتعرف وإياكم مشاهدينا على الخطاط الصغير في هذا البورتري لجعفر بوليفة. الخط العربي هو ملك قبل أن يكون هواية. عبد القادر جرح أصغر خطاط في الجزائر، ابن مدينة وادي سوف، صاحب 7 سنوات، افتك إبداعه من أبيه. كيف تعلمت الخط؟ تعلمت من أبي. تبارك الله أحسن الخالقين. أيوة، نشأته في عائلة فنية جعل منه نموذجا متميزا في الإبداع، كانت بدايتها بالتقليد. اسمي عبد القادر، أدرس السنة الثانية ابتدائي مرزوقي، تعلمت الخطة من أبي. بالنسبة لابني، كيف عرفته يكتب؟ كنت أكتب أنا في أوراق مع قلمي، ولما أخرج وأرجع أجد أن ابني قد قلد هذه العبارات وقد قلد هذه الكلمات كثيرا. نعرفكم بهذه الخطوط، هذا خط الفارسي. زار العديد من عالم البراءة لاكتشاف إبداعات هذا الطفل الموهبة. جمعية كافل اليتيم أنموذجا. السلام عليكم، نحن جمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية مكتب جامعة. أشكر الطفل عبد القادر وهو أصغر خطاط بالجزائر، وهو المبدع، وأعتبره قدوة للأطفال الذين معنا. شارك إلى جانب كبار الخطاطين في العالم العربي، ومنهم محمد العربي من دولة مصر. إحنا موجودين هنا علشان ده، علشان الأجيال اللي جاية، الأجيال القادمة من أبناء المدينة ومن أبناء الجزائر، الخط العربي يتأصل عندهم كموهبة وكعمل فني قيم. فوجود الطفل ده في سنه ده بالموهبة دي في الجزائر، ده أكبر دليل إن شاء الله اللي جاي أفضل وأحسن وأقيم من النواحي الفنية لأولاد وأبناء الجيل القادم من الجزائر. هو الخط العربي جميل، لازم تتعلمه. الخط العربي هو هواية، هو إبداع، هو كذلك فن. لن يكون هذا الإبداع إلا من عالم مدهش وباهر، إنه عالم البراءة، من براءة وادي سوف، في هذا الطفل المتميز عبد القادر من مدينة النخلة. كان لكم جعفر بوليفة لدى قناة الشروق. إذن بهذه الموهبة نطوي أوراق مجلتنا المحلية. تلقاكم جاهدة ومحمد لتتمة باقي الفقرات. شكرا لك نادية، نتلقى بك الأسبوع المقبل في جولة جديدة عبر الربوع الجزائر العميقة. أما أنتم مشاهدين الشروق مورنينغ، مستمرة معكم، لازال في حوزتنا الكثير من المواضيع، لكن تذكير بأهم المواعيد السياسية والثقافية والاقتصادية لنهار اليوم في هذه الأشياء. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، والصباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة. إذن مشاهدينا،
شروق نيوز تضمن لكم ابتداء من الساعة 11 من نهار هذا اليوم تغطية خاصة لفعاليات الندوة الصحفية التي سينشطها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيى من فندق الأوراسي. والآن نربط الاتصال مباشرة مع موفدة شروق نيوز إلى فندق الأوراسي أمينة بن نبي لمعرفة آخر التحضيرات قبل عقد الندوة. تليفون تاعك. صباح الخير أمينة. حتى ذلك احنا نسمع فيك أمينة. أمينة ربما ما هي آخر التحضيرات قبل الندوة الصحفية؟ هل هناك تغييرات أو تعديلات شهدها هذا المؤتمر؟ زميلي خوخي، ستنطلق بعد قليل اختتام أشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. هناك أبرز ما سيتم خلال اختتام هذه الأشغال. هناك لائحة اقترحها مندوبو المؤتمر من أجل جعل هذا المؤتمر من مؤتمر استثنائي إلى مؤتمر عادي. من مؤتمر عادي، نعم. هذا يعني يسمح لأحمد ويحيى أن يكمل عهدته لمدة 5 سنوات، يعني إلى غاية 2021 بدل من أن 2018. هناك حسب كواليس هنا داخل المؤتمر داخل قاعة الأوراسي، يعني هذا يعبد الطريق ولا يكون أي مشكل في حال نية ترشح الأمين العام للأرندي أحمد ويحيى إلى الانتخابات الرئاسية سنة 2019. كما تم مساء أمس انتخاب المجلس الوطني، أين قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيى رفع عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 404 بدل من 354 عضو، أي ومعظمهم كانوا من الشباب والنساء حسب ما كان ينص عليه الدستور. لكن من الملاحظ خلال هذا المجلس الوطني هو إبعاد الوجوه القديمة أو الإطارات القديمة للحزب. معظمهم من كانوا خصومه كالمدير العام لسافاكس أحمد محمد طيب زيتوني عفوا، والأمينة العامة لاتحاد نساء الجزائريات نورية حفصي. لكن من الملاحظ حتى مؤسسي هذا التجمع أبعدوا من المجلس الوطني، أمثال المؤسس رئيس جهاز المخابرات السابق محمد بتشين، وكذا وزراء سابقين أمثال مثل أبو بكر بن بوزيد وزير التربية السابق، وحتى المرشح الذي كان منافسه خلال هذه الانتخابات على النيابة العامة بالقاسم ملاح أبعد كذلك من المجلس الوطني، وحتى أيضا شريف رحماني وزير الصناعة والبيئة السابق الذي حضر أشغال المؤتمر وقام بانتخاب يعني بعملية الانتخاب واليوم يحضر أبعد أيضا من المجلس الوطني، إضافة إلى وجوه جديدة دخلت المجلس الوطني. كذلك بالنسبة للمكتب الوطني اليوم سيتم انتخابه عقب خلال الاختتام. حسب كواليس يعني المؤتمر الأمين العام أحمد ويحيى سوف يبقي على بعض أعضاء كانوا من أتباع بن صالح، ثم بعد نهاية هذه الأشغال سيعقد الأمين العام أحمد ويحيى ندوة صحفية سيتطرق إليها إلى الأمور الداخلية للحزب إضافة إلى الشؤون الوطنية والدولية. نعم، إذن أمينة بن نبي ربما ساعة قبل انطلاق الندوة الصحفية، كيف هي الأجواء قبل الانطلاق؟ وأهي ما هو أبرز الأسماء الحاضرة في هذه الندوة الختامية؟ تفضلي. الأسماء على غرار المندوبين العاديين، هناك بدأ يعني حضور وزراء مثل وزير التكوين المهني محمد مباركي، إضافة إلى وزراء سابقين كوزير المجاهدين السابق شريف عباس، ووزير أيضا وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي. نعم تفضلي أمينة.
المهم هذاك لا هذاش ها عجبك زين رابح هنا تاع عزيز وزيزا وبالمتهني تاع المجاهدين وهزوا ده. إلى حد الآن يعني لم يصل الأمين العام أحمد ويحيى، يترقب وصوله حوالي ليترقب وصوله حوالي نصف ساعة من الآن، حيث يتم الافتتاح الرسمي لاختتام أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي من المفترض كما قلت سابقا أن يتحول إلى مؤتمر عادي للحزب. نعم شكرا جزيلا أمينة بن نبي موفدة شروق نيوز إلى فندق الأوراسي. إذن ساعات قليلة قبل عقد الندوة الصحفية للأمين العام أحمد أويحيى، تغييرات جذرية قام بها من بينها إبعاد وجوه كانت يعني من صانعي الحزب على غرار محمد طيب زيتوني رئيس البلدية السابق للجزائر الوسطى والمدير العام لصافاكس، أيضا نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني الجزائري للاتحاد نساء الجزائريات أيضا جهيدة. نعم إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز المستجدات في المؤتمر الاستثنائي الذي قالت زميلة أمينة بن نبي أنه فيه مطالب ليصبح عاديا. إذن على بعد نصف ساعة من انطلاق هذه الأشغال مشاهدينا ضمننا لكم تغطية خاصة من فندق الأوراسي عبر موفدة الشروق نيوز أمينة بن نبي. الشروق نيوز كن أول من يعلم شبكة. إذن عودة من جديد إليكم مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الشروق مورنينج ويكند لنهار اليوم، وتذكير بأهم المحطات اللي تابعتوها معنا في البداية. كان الحديث حول الحصاد ويحيى ينتصر عودة سعداني والحرب ضد داعش في ليبيا. تابعتم معنا تحليل مفصل عن أبرز محطات الحصاد مع الإعلامي مصطفى هميسي الذي حل ضيفا معنا في هذه الصبيحة. أيضا تابعتم معنا في المجلة المحلية مع نادية محرز روبورتاجات عبر ربوع الجزائر العميقة من وهران، تعرفنا على أصغر خطاط في العالم العربي بالجزائر. تابعتم معنا أيضا مشاهدينا تغطية خاصة من فندق الأوراسي، حيث عقد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ندوة أو اختتم أشغال المؤتمر الاستثنائي وأدلى بعديد التصريحات. الشروق نيوز كانت حاضرة بموفدة الشروق نيوز أمينة بن نابي لحضور هذا المؤتمر الذي طرح فيه أحمد ويحيى عفوا العديد من النقاط، منها تغييرات على مستوى المكتب الوطني ورفع أعضائه من 335 إلى 404 عضو. تابعتم أيضا مشاهدين العديد من الأسماء التي تم الإضاحة بها من بينها محمد. إذن تم إبعاد الكثير من الأسماء ممن كانت حزب رئيس شركة صافاكس للمعارض، نورية حفصي الأمين العام للاتحاد العام للنساء الجزائريات، محمد بتشين، أبو بكر بن بوزيد، شريف رحماني، وأيضا منافس ويحيى في هذا المؤتمر الاستثنائي بالقاسم ملاح. أيضا موفدة شروق نيوز أمينة بن نبي تحدثت عن تغيير هذا المؤتمر من مؤتمر استثنائي إلى مؤتمر عادي، وهذا إلى غاية 2021 في رغبة من ويحيى الاستمرار لمدة 5 سنوات ما بعد رئاسيات 2019. أذكر عناية مشاهدينا الأكارم أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيى سيعقد يوم الاثنين بمقر الحزب ندوة صحفية للأسرة الإعلامية في الجزائر ابتداء من الساعة 9:30 بمقر الحزب. إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز محطتنا لنهار اليوم، التغطية مستمرة على قناة الشروق نيوز تحت شعار كن أول من يعلم وعلى الهواء مباشرة. إذن المزيد من الأخبار حول المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ترقبوها في نشراتنا الإخبارية. أما أنا وجهيدة بهذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.